كيف يدعو فيها. شوفوا راه الاتقان راه باين والمليح باين والجوده باينه. بلا ما تبقاو تسمعوا الهضره. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غنبارطاجيو معكم اليوم واحد ثلاثه تجربات خدمنا من واحد الاخ من مدينه اكادير، السي محمد من مدينه اكادير. دخل عندنا عن طريق التطبيق ديال التيك توك، شاف الفيديوهات عجبوه الجلاب، بغى ثلاثه البزيويات ملكيه. خدمنا لي هذه الصفره ملكيه اللهم بارك، زعفرانيه ماشي ديك الزعفرانيه مغلوقه، المهم صفر ملكي اللون في اللون. طلعت ما شاء الله تسفيفه كوزه، العقيده بلديين الدبان اللهم بارك، شي حاجه نخوه تبارك الله، المليح والاتقان كيف ما وعدناك اخي محمد. كيف ما شفتي في الفيديو تاع الخدمه، واخا قلتي لي انا راه كنثق فيك، واخا ما تشوفش الفيديو قلتي لي انا ثق فيك وانا قابل على سلعتك كيما كان، ولكن راه خاصنا نعطيوك شي حاجه اللي راقيه وشي حاجه اللي زوينه. بالصحه والراحه اخي، وان شاء الله تسناو الجلابه الثانيه، لان ثلاثه جلاب، الجلابه الثانيه ملكيه ان شاء الله تسناو. وهذه الجلابه الثانيه اخي محمد نوعنا لك شويه في السفيفه، هذه سفيفه اخرى، شي حاجه راقيه تبارك الله، خرقه ما نهضروش عليها، راس السوق اللهم بارك. بالصحه والراحه الناس اللي كتثق في وديع البزيوي. هذا الشيء علاش حنا كنقول لكم بارطاجيو الاعمال ديالنا وشوفوا الاعمال ديالنا لانها كتستحق. كنحاولوا ما امكن نخدموا لكم المليح. جلابه البزيويه الملكيه هكا كيسوقوها الناس وهكا كتخدم، كتكون بواحد الخياطه اللي جوده مليحه، وخرقه ديالها كتكون شي حاجه طوب، المليح والاتقان معايا البزيوي اللهم بارك، شي حاجه هماويه، شي حاجه طوب. بصحه وراحه السي محمد. هذه جلابه الثانيه، تسنى معنا الجلابه الثالثه، وسروال القندريسي ورقابيه راه ما غاديش ننساوهم ان شاء الله. انا اللهم بارك كما كنقولوا حنا الحريفيه، الجلابه راه عظم تبارك الله اللهم بارك. سناو الجلابه انا اللهم بارك، المليح والاتقان، خياطه الرباطيه راه لا يعلى عليها، باش ما بغيتي راه لا يعلى على الخياطه الرباطيه مخزنيه. الناس عارفين كيفاش كتلبس الجلابه وكيعرفوا البزيوي. البزيوي هنا الرباط كيعرفوا ليه مزيان، ماشي بحال كازا ولا كاين مجموعه ديال الناس ضاعوا لهم بزيويات، ولكن هنا الرباط كيعرفوا ليه طريقه التصبين، طريقه ديال باش يبخروا الثوب، مجموعه ديال سميتو ديال المسائل كيبدعوا فيها. شوفوا راه الاتقان راه باين والمليح باين والجوده باينه، بلا ما تبقاو تسمعوا الهضره لان كلشي كيهضر. الاتقان خاص بعينك تشوفه، تكون عندك واحد العين ثاقبه كتعرف المليح، وغير من الشوفه كلشي كيبان لك. شوفوا السفيفه تبارك الله كي مكروزه كما كنقولوا حنا بالمراكشيه، داكشي مغيز اللهم بارك. الناس اللي كتثق فينا راه كنحاولوا ما امكن نديروا معاهم مجهود، كيثقوا فينا وكيديروا النيه ديالهم. هذا الاخ دار النيه ديالو، دخل قال لك انا ما نتاوى معاك ما والو، غير خدم لي المليح واللهم يسير. ها انتم كتشوفوا الجلابه كما كنقولوا راقيه، وهذا سروال قندريسي اللهم بارك، كما كتشوفوه سروال قندريسي عربي كيف ما بغاه، باش يلبسهم تحت الجلاب. دابا هاد غيستافد منهم غيلبسهم تحت الجلاب ثلاثة يلبس معاهم هاد البساد، لأن الأبيض كيمشي مع كلشي، الأبيض ديما كيعكس الصورة ديال الجلابة، كيجي داكشي هماوي. والرقابية الملكية لأنها هي اللي كنتحدى فيها كلشي، ما كاينش هادشي ما تلقاوش عند أي واحد. جلابة رقابية الملكية وسروال قندريسي عربي، شي حاجة طوب، شي حاجة راقية اللهم بارك. كنبغي نقولو للأخ بالصحة والراحة، وشكرا على الثقة ديالك، وإلى اللقاء.